بون السلام عليكم رفيق تلمي، معكم اليوم في فيديو جديد. واليوم راح نحكيو على اكثر حاجه تثير المخاوف تاع المصورين، وهي وقت يتحرق لو شوتي، يعني الغلق تاع الكاميرا. بون كيما ما يخفاكمش انه كل كاميرا عندها اون دوري دو في ليميتي، يعني مده حياه محدده تحددها الشركه المصنعه للكاميرا هذه. وهذه لا دوري دو في تحدد دابري لا غارونتي من جهه، ودابري يعني الماتيريالز اللي يستعملوهم في صناعه الكاميرا هذيك من جهه اخرى. من جهه ثالثه اطرافير لي كونديسيون اللي يستعملوا فيهم الكاميرا هذيك، مثلا اللي يستعمل الكاميرا تاعو في كندا مش كيما اللي يستعمل الكاميرا تاعو في الصحراء وين كاين الغبار، وين كاين يعني الريح بزاف، وين كاين الداست يعني الغبار الصغيره هذيك اللي قادره تدخل في الكاميرا. دونك الكاميرا تاعنا قادره تفزد وقادره تتلف اتو مومون، لان الشوتي تاعنا هو عباره عن شفرات فريمون رقيقه، يعني الغبار صغيره بزاف قادره يعني تفسد الميكانيزم تاع هذاك لو شوتي. لذلك نلقاو يعني الشركات المصنعه كيما سوني، كيما كانون، كيما فيجي فيلم، كيما هاسلبلات، كيما نايكون، هادو يمدوا يعني اون جيري دفي للكاميرا تاعهم. باغ اكزومبل تلقى يقول لك لا غارونتي تاعها في 180 الف صوره، يعني مثلا كيما لقاو في 7 دي مارك 2 اللي جربوا عليها داروا عليها تجارب، وين كانون دارت لا غارونتي على الكاميرا هذيك في 180 الف صوره وجربوا ولقاوها صح 180 الف صوره، بصح سو كيل كونديسيون استعملوا هما الكاميرا هذيك باش صورت لهم غير 180 الف صوره. والجماعه اللي جربوا الكانون 7 دي مارك 2 وكونفيرماو يعني 180 الف صوره كحد اقصى الكاميرا هذيك، معشروها حطوها في مود رافال وبرونشوها ديريكتومون في التريسيتي باش ما طيحش خلاص البطاريه تاعها، وخلاوها تصور ورا بعضها يعني بدون انقطاع 180 الف صوره بدون انقطاع، يعني ما حبستش خلاص الكاميرا، ما طاحت باتري ما صرا والو، طف 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 حتى تحرق الشوتي. Doesn't seem to be doing it, so not sure what's going on there, but I will start recording this and then that way we can see exactly what happens when the shutter does finally give up, since I think that and 199,591. So that is one. So that is pretty much right on par with what Canon has specified that this shutter will last, and it made it almost to the 200,000 mark. So كيما مثلا كون نبحثو في الانترنت راح نلقاو يعني دي كاميرا كيما 5D كيما 5D مارك 2 اللي ديباساو 1 مليون دو بريز دو فيو وما صار لهم والو، ما تحرق لا شوتي، ما صوتت لا كارت مير لا والو. والسبب في هذا يرجع لي كونديسيون دوتيليزاسيون، يعني سو كيل كونديسيون الكاميرا هذيك استعملت، في بلاصه فيها الغبره، استعملت في صور ورا بعضها ما رتحتش خلاص، يعني استعملت بار اكزومبل الواحد يعني اماتور، الواحد بار اكزومبل اللي يحب اللي يهوى الهوايه تاع التصوير، يعني يصور خطره خطرتين في السمانه، مش في دي كونديسيون وين يعني صورت بدون انقطاع. دونك لقاو بلي عندنا مشكل كبير، يعني خاصه المصورين هنا في الجزائر يخافوا بزاف من لي كاميرا اللي يكون شويه الشر كاونت تاعهم شويه عالي، باغ اكزومبل ابارتير من 20000 25000 اللي يقول لك انا ما نشريش كاميرا فيها 25000 كليك، الوغ كو لازم يعرف سا لي كونديسيون اللي استعملت فيهم هي اترافي لي 25000 كليك هذوك، يعني قادر تلقى كاميرا 25-30000 كليك مضيفه وقادره تزيد تكمل بارابور لوحده باغ اكزومبل مصوره غير 5000 ولا مصوره غير 10000 صور. بون يعني صراحه مثلا سياره اللي قادره تكون ماشيه 100000 كيلومتر راح مش تكون ما تكونش السعر تاعها، ما تكونش السومه تاعها، ما تكونش يعني كونش يعني ليطا تاعها مثل سياره ماشيه غير 10000، ولكن كاين دي زيكسيبسيون، مثلا لقاو سياره ماشيه 100000 كيلومتر بصح مولها متهلي فيها، يدير لها الفيدونج مثلا في الوقت، يبدلها لا بيس ديزور في وقتها، تلقاها كونديسيونمون تري بون ايتا ميو كو مثلا سياره ماشيه 50000 كيلومتر ومولها جامي دير لها فيدونج. والمثال هذا ينطبق ثاني على لي كاميرا، يعني مثلا كاميرا صورت 25000 تصويره بانقطاعات، يعني كل مره 100 صوره، كل مثلا في كل اسبوع كاينه 200-300 صوره، يعني تقدر تلقاها خير من كاميرا مصوره 15000 صوره بصح في نهار فريد.
الى جانب يعني ثاني الكونديسيون ديتيليزاسيون تاع الكاميرا هذيك، مثلا صورت في الصحراء بزاف ولا مولاها كان قال لي بدلها في لوبجيكتيف في بلايص وين كاين الغبره وين كاين الريح، يعني قادر يكون الغبره هذيك دخلت لو شوتي والور كي يجي يقفل ويحل راح يلقى صعوبات، يعني قادر يدخل في بين الشفرات هذوك ويبدل لهم يعني المسار تاعهم، يكونوا يطلعوا ويهبطوا راح يعني يغير لهم المسار وين يوليو يكروشيو في بعضهم ويفسد الشوتي. تبقى لا دوري دفي تاع لي كاميرا تاعنا صوص ديفير من كاميرا الكاميرا خلاف، يعني تلقى كاميرا مثلا تصور 50,000 صورة وتحبس، كاين كاميرات يعني يصوروا فوق 120-130، تلقى حتى دي كاميرا وين يوصل عدة تحمل 900,000 ومليون صورة. سؤال المطروح هنايا هو اسكو يعني الشاتر كاونت يعني العداد تاع الشوتي تاعي راح يمنعني من الاستمتاع بالتصوير بالهواية تاعي ويمنعني من انني نستمتع بالكاميرا تاعي ولا لا لا؟ والاجابة هي جد بسيطة، يعني الشوتي يعني الغالق هو حاجة نقدروا نبدلوها، يعني نقدروا نشونجيوها، نقدروا نشريوها ونقدروا نعاودوا نركبوها. سيفري كو قادرين نطيحوا فيها يعني تكون ماهيش دوريجين، بصح تبقى حاجة اللي نقدروا نبدلوها اتو مومون واتو مومون تفسد لنا. سيفري كو ماهيش كيما تكون حاجة مثلا يعني تكون جاية مع الكاميرا بعد تاعنا وتكون يعني دوريجين ومنصوح بها من قبل الشركة الأم المصنعة لهذيك الكاميرا، ولكن حبيت نطمئن المصورين يعني الهواة ولا المصورين المحترفين بلي هذه الحاجة ما تمنعناش باه نخدموا بالكاميرا تاعنا وباه يعني مش منشفقوش على الكاميرا تاعنا، ولكن اننا نستعملوها كيما نحبوا حنا، يعني هي كاميرا وحتبقى يعني حاجة تشرى بالدراهم باه تساعدنا حنا. دور السعادة تاعنا هي قبل اننا نخمو باه نحافظوا على حاجة يعني تتشرى وتتباع، يعني الحاجة نشريوها نتمتعوا بها ومبقاوش مقاردينها ومخبينها يعني في خزانة علاه نخافوا انه يتحرق لنا لو شوتي. وحبيت نهز ميتان يعني في الجزائر لو شوتي يتبدل، يعني نطمئن المصورين بلي لو شوتي راهو يتبدل، تشريه من الانترنت ب$20 ولا وتعاود تركبوه هنايا ب$200 ولا $300، يعني كلش راح قادر يسقى في حوالي 8000 دينار جزائري هذا في حاله ما اذا تلف لو شوتي تاعك. اش كان نقول ما تحافظوش على الماتريال، ما تخبيوش لي كاميرا تاعكم، ما ديروش يعني الاوفر يوزينغ يعني الاستعمال المفرط للكاميرا، يعني تلقى واحد يهز الكاميرا ويحطها يبقى يصور 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 في حاجه يعني ما عندها حتى معنى. هي مليحه كي نحافظوا على الماتريال تاعنا بصح في اطار اننا نقدروا نستمتعوا به او ميم طون، يعني نحافظوا عليه ونستمتعوا به وتبقى الكاميرا تاعنا يعني مجرد وسيله لتلبيه الرغبه تاعنا وتلبيه الهوايه تاعنا هي التصوير. بو على بالي ما جبت لكمش حاجه جديده في الفيديو هذا، مي الى عجبكم لي كونتينو ما تنساش دير جيم وتابوني لاشين باش نشوفوا مع بعضنا لي فيديو اللي راهم جايين. سلام.